قصة هي قصة التنمية السياسية. الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت، تتابعونا من الميدان من تلفزيون المستقبل. وفي العناوين: جريمة في الطريق الجديد راح ضحيتها الشاب محمد حمية، والسبب بحسب المعلومات الأولية السرقة. جرعة دعم أوروبي تتلقاها حكومة الرئيس سلام، وتشديد على أهمية انتخاب رئيس للجمهورية والاستماع إلى مطالب الشعب. خادم الحرمين الشريفين يلتقي الرئيس الأمريكي الليلة لبحث تدخلات إيران والأزمة السورية وأوضاع اليمن. وفي النشرة تتابعون في الاقتصاد: أسعار الذهب تستقر بانتظار بيانات الوظائف الأمريكية وأسعار الفائدة. وفي الرياضة: مباراة ثأرية الليلة بين ألمانيا وبولندا في تصفيات يورو 2016. أهلا بكم. تستريح التحركات المدنية الشعبية اليوم على أن تعقد حملة طلعت ريحتكم مؤتمرا صحفيا غدا تعلن فيه عن برنامج نشاطاتها المستقبلية. وفي هذا الوقت يتصدر الشارع الحراك العوني بعد دعوة التيار الوطني الحر إلى التظاهرة تحت عنوان المطالبة بانتخاب رئيس قوي للجمهورية وقانون انتخاب على قاعدة نسبية. ولكن قبل الاطلاع على مشهد الشارع، نتوقف عند جريمة هزت منطقة الطريق الجديد وراح ضحيتها الشاب محمد حمية، بعدما عثر عليه مقتولا وموضوعا داخل كيس في مستودع للألبسة يعود لوالده. اسم جديد يضاف إلى ضحايا الجرائم المتنقلة في البلد. محمد حياة حمية 26 عاما، بيروتي الأصل والمنشأ، فقد صباح الخميس ليعثر عليه عند الواحدة من بعد منتصف الليل جثة هامدة مقتولا وموضوعا داخل كيس تحت صناديق من الكرتون في مستودع في الطريق الجديد. في هذا المستودع التابع لمحل الألبسة الذي يملكه والده في بناية صعب في شارع عفيف الطيبة في طريق الجديدة، وجد محمد مقتولا بآلة حادة وترك يسبح بدمه ساعات طويلة قبل العثور عليه وقد فارق الحياة. محمد لا يملك أي سجل سابق في إحداث المشاكل، كما يؤكد أهالي الشارع الذين أشادوا بأخلاقه وطيبته مستنكرين هول الجريمة. شاب ولا زينة الشباب، يعني أخلاقه كتير عالي وكتير مهذب، والله تفاجأنا بهذا الموضوع اللي صار الصبح، يعني كانت صدمة لأننا ما توقعنا هذا الشيء يصير أبدا، وإن شاء الله إن شاء الله بيبين مين اللي عامل هيدا العملة وبينال جزاته، لأنه شيء لحديت هلأ بعدنا مش عم نصدق. ما عنده مشاكل، ما عنده شيء أبدا أبدا، كل العالم بتحبه، شو فيه ما بعرف، شو اللي صاير ما حدا بيعرف، الله يستغنى من الأعظم، الله يصبر أهله. القوى الأمنية باشرت تحقيقاتها، وأشارت المعلومات الأولية إلى أنها أوقفت اثنين من عمال المستودع للاشتباه بتورطهما في قتل محمد الذي كشف محاولتهما السرقة. وفي محلة رأس جبل في علي قتل علاء عبد الله عجيب 26 عاما، وذلك أثناء قيام 4 شبان باللهو بسلاح صيد، ما أدى إلى انطلاق عيار ناري بطريق الخطأ وأصاب عجيب في صدره ونقل في حالة حرجة إلى مستشفى جعيتوي في الأشرفية، لكنه فارق الحياة. تجمع مناصرو التيار الوطني الحر في ميرنا الشلوحي تحضيرا للانطلاق في تظاهرة إلى ساحة الشهداء تحت شعار وحدها الانتخابات بتنظف. للاطلاع على الأجواء المحيطة بالتظاهرة ينضم إلينا من ميرنا الشلوحي مراسلنا شرب العبود. شرب، يعطيك العافية، كيف هي الصورة عندك وماذا عن برنامج التحرك والمطالب المرفوعة؟ ميرنا، بالفعل يستعد مناصرو التيار الوطني الحر للمشاركة في الاعتصام الذي دعا إليه رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشيل عون بعد ظهر اليوم. هذا الاعتصام ستكون نقطته المركزية في ساحة الشهداء بوسط العاصمة بيروت، وسيتخلله برنامج فني بالإضافة إلى كلمة سياسية لم نعرف بعد من سيلقيها، يعني بعض المصادر في التيار تحدثت أن الكلمة سيلقيها الجنرال ميشيل عون، فيما ذكرت بعض المصادر أن وزير الخارجية
جبران باسيل قد يكون هو من سيلقي هذه الكلمة. إذن التحرك العوني سيبدأ عند الساعة 6:15 بساحة الشهداء هنا في ميرنا الشلوحي، أحد مراكز التجمع لمناصري التيار العوني. بدأوا بالتحضير هنا، رفعوا الأعلام وأيضا الشعارات كما تشاهدون خلفي، ولعل العنوان الأبرز لهذه الحملة وحدة الانتخابات بتنظف كما يرى التيار الوطني الحر. طبعا مصادر تحدثت عن أن المطالب ستتركز بشكل أساسي على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية وفق قاعدة النسبية وأيضا انتخاب رئيس جديد للجمهورية. على كل تفاصيل أوفى في التغطية المباشرة لاحقا هذا النهار. ميرنا. نعم شكرا لك شربل. عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري استغرب التظاهر العونية وقال في حديث لبرنامج كلام بيروت: كنا سنتفهم هذا التحرك لو لم يكن التيار الوطني الحر مشاركا في الحكومة. هناك أمر مستغرب، يعني العماد عون مشارك في الحكومة ويتظاهر ضدها، مشارك في البرلمان ولا يقر بشرعيته، يذهب إلى الحوار ولا يرضى إلا بالقبول بشروطه، يحيل النجاح لنفسه والفشل في كل ما تولى وزراؤه إلى الآخرين. يعني لما بينجح هو اللي نجح، وزراؤه لما فشلوا الآخرين فشلوهم. يريد الانتخابات المباشرة من الشعب للرئاسة ويمنع الانتخابات في تياره. هذه الازدواجية في نفس الوقت، هو في الحكومة ويتظاهر ضدها، هو في المجلس النيابي ويرفض شرعية المجلس النيابي، هو يعني يريد أن يفرض تسلسلا معينا على جلسة الحوار ويقبل بجدول أعمال الحوار وفق التسلسل المعلن، وهو بند أول انتخاب رئيس الجمهورية. أعتقد هذا يعكس تخبطا واضحا لدى التيار الوطني الحر. بصراحة العماد عون لا زال مقتنعا بأن حظوظا لديه في الوصول إلى رئاسة الجمهورية. لليوم الثاني على التوالي واصل عدد من الناشطين في المجتمع المدني إضرابهم عن الطعام مقابل وزارة البيئة للمطالبة باستقالة الوزير محمد المشنوق. تقرير معتصم حميدو. على الرصيف المقابل لوزارة البيئة يستلقي عدد من الشبان متكئين على قنان مياه صغيرة للتعويض عن جوعهم الذي مضى عليه 24 ساعة بسبب إضرابهم عن الطعام الذي أصبح مفتوحا حتى استقالة وزير البيئة محمد المشنوق. أما صاحب هذا التحرك الذي تجاوز مدة 48 ساعة فقد بانت عليه ملامح التعب، لكنه يؤكد صموده. شو حاسس؟ بعد في انرجي، ماشي الحال، ماني حاسس بالجوع. امبارح كنت حاسس بالجوع اكثر، اليوم بلش شوي بطلت حس بالجوع. نحن بنعرف انه مش هو سبب مشكلة النفايات، المشكلة اكبر من هيك بكثير وتابع على غير سياسيين، غير افرقاء سياسيين. ولكن هو اذا استقال اليوم غيره بس يجي بيعرف انه في شعب بيتحرك، في شعب صار واعي. ومع انضمام شبان جدد تواجههم ظروف معيشية صعبة الى هذه الخيم المنصوبة، يعتبر هؤلاء ان محاربة الفساد يبدأ من ملف النفايات. انا عرفت على الفيسبوك، شفت صور وعرف، فتشجعت انزلت. كل شيء في وسائل اعلامية بتجي لعندهم، نحن لانه لاجئين ببلدنا لبنان مضربين عن الطعام، اسا ما اجوا لعنا، لك سيارة صليب احمر، استحوا يبعتولنا لهون. اتمنى وزير البيئة انه يسلم هالقصة النفايات للبلديات، يردوا مصاري البلديات وهن يتصرفوا. اجواء التفاؤل بالاستجابة لمطالبهم تسود التحرك هنا، لكن السؤال المطروح في الجهة المقابلة: كيف ستقدم استقالة المشنوق حلا لمشكلة البلد الغارق بالنفايات؟ وسط هذه الأجواء لا تزال حكومة الرئيس تمام سلام تتلقى مزيدا من الدعم الدولي، واليوم زار سفراء الاتحاد الأوروبي السراي الكبير مشددين على أهمية استقرار الحكومة من جهة وعلى الحق الشعبي بالتظاهر السلمي من جهة ثانية. دعم قوي للرئيس تمام سلام في جهوده للمحافظة على استقرار الحكومة وعملها في ضوء استمرار الجمود السياسي والفراغ الرئاسي، عبر عنه سفراء الاتحاد الأوروبي في بيان أصدروه عقب لقائهم رئيس الحكومة في السراي الكبير. أكدنا مجددا على انتخاب رئيس جديد للجمهورية من دون المزيد من التأخير، وأن يعمل مجلس النواب سريعا على إقرار التشريعات الملحة بما في ذلك قانون انتخابي جديد تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية.
سلطنا الضوء على الحاجة لمعالجة القضايا الملحة، ونحن كداعمين في الاتحاد الأوروبي أبينا استعداداً لمساعدة الحكومة في إيجاد حل لهذه القضايا، ولكن في الوقت نفسه دعيناها لمعالجة المسائل الملحة في ضوء التظاهرات التي تحصل. السفراء شددوا على دعم الاتحاد الأوروبي لحق المواطنين اللبنانيين في التجمع ومطالبة حكومتهم بالتطبيق الفعلي لحكم القانون والشفافية في السياسة العامة، وإذ رحبوا بالتحقيق الذي أجرته وزارة الداخلية لمحاسبة من أقدم من القوى الأمنية على الإفراط في استعمال القوة مع المتظاهرين، أدان السفراء العنف ضد قوى الأمن وأعمال التخريب التي تضر بالطبيعة السلمية للتحركات الاحتجاجية، وأكدوا أن لبنان حكومة وشعبا ليس وحيدا في جهوده الآيلة إلى إيجاد حل لهذه المسائل الملحة، ويمكن للحكومة أن تعتمد على الدعم الفني حيث تدعو الحاجة من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء كجهات مانحة فيما يتعلق بتقديم خدمات على غرار إدارة النفايات والمياه والكهرباء، مذكرين بالدعم الأوروبي الذي تجاوز المليار يورو من العام 2009 وحتى العام 2013. الرئيس سلام استقبل أيضا سفير الكويت لدى لبنان عبد العال القناعي الذي جدد دعم الكويت له وللبنان، كما بحث الأوضاع العامة مع وزير الاتصالات بطرس حرب. أكد المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات بطرس حرب أن الوزير قد حول كل حصص البلديات من عائدات الهاتف الثابت والخلوي إلى الصندوق البلدي المستقل في وزارة المالية منذ توليه مهامه، وذلك كما تنص عليه القوانين. وأشار حرب إلى أنه يرفض أي مزايدة أو تزوير للحقائق في هذا الملف، مؤكدا أن ما حال دون وصول هذه الأموال إلى البلديات هو رفض ممثل لتيار سياسي معين في الحكومة توقيع أي مرسوم بهذا الصدد. فيما ينكب وزير الزراعة أكرم شهيب على وضع خطة حل لأزمة النفايات، وأبرز بنودها أن تقوم البلديات بتسلم هذا الأمر تحت عنوان لمركزية إدارة النفايات في المناطق، برزت قضية الأموال المتراكمة للبلديات من عائدات الهاتف الخلوي، وهذه الأموال البالغة قيمتها 673 مليار و20 مليون ليرة كان وزير الاتصالات بطرس حرب قد حولها إلى وزارة المالية، إلا أن المرسوم المتعلق بها لا يزال عالقا في مجلس الوزراء بسبب عدم توقيع وزراء التيار العوني عليه، وذلك لمطالبتهم بمعرفة أين ذهبت جميع العائدات المتراكمة منذ العام 1994 تاريخ إنشاء الهاتف الخلوي، والذي كان موضوع سجالات عدة بينهم وبين الوزير بطرس حرب في جلسات عدة لمجلس الوزراء. قبل كل شيء يجب رفع النفايات من الشوارع، إن في العاصمة أو في المناطق، وخاصة في مناطق جبل لبنان حيث تتكدس النفايات على الطرقات بفصلها الصيف. ننتظر من الوزير أكرم شهيب أنه يخدها بعين الاعتبار وبعتقد نحن وياه على ذات الخط. وأبرز هالنقاط هيدي ضرورة أن تعطى البلديات حق معالجة النفايات، وأمر الثاني هو أن تفرج الدولة عن أموال الصندوق البلدي وتوزع على البلديات، هذا حق للبلديات. وزير المالية علي حسن خليل وبحسب المعلومات يعكف على إعداد مرسوم جديد لإحالته خلال الأيام القليلة المقبلة إلى مجلس الوزراء، وهو يتعلق بتحرير أموال البلديات من عائدات الهاتف الثابت والبالغ قيمتها في الصندوق البلدي المستقل 550 مليار ليرة، وذلك بشكل حوافز إضافية للبلديات للقيام بمهامها في موضوع النفايات، وهو ما أبلغه لرئيس الحكومة تمام سلام في لقائهما الأخير. نتمنى أن تتم التوقيع من قبل الجميع، ولكن إذا طرف معين رفض التوقيع ونحن أمام النفايات في الشارع، فيجب أن نصدر المرسوم بمن وقع عليه. مصادر مطلعة أكدت للمستقبل أن هناك اتصالات تجري لتقريب وجهات النظر من أجل عودة مجلس الوزراء للانعقاد بحضور وزراء حزب الله والتيار العوني، ومن أجل التوقيع على بعض المراسيم أو وضع ملاحظات عليها، لا سيما منها مرسوم عائدات الهاتف الخلوي، فيما تتم غربلة المراسيم التي يجري الاعتراض عليها من أجل تمرير الأولويات منها.
حذر النائب السابق لرئيس الحكومة عصام فارس من إساءة استعمال أموال الصندوق البلدي المستقل مجددا أو العبث بها تحت ضغط الأزمة الحالية دون موافقة البلديات. وقال فارس في بيان أن التعاطي بخفية بقضايا الناس والجماعات وحقوقهم إنما يؤسس كما بدأنا نلمس لحركات شعبية لا تحمد عقبها. ثمن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص جهود الضباط والعناصر الأمنية في حفظ الأمن وبخاصة خلال التظاهرات الأخيرة. أثنى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص على جهود الضباط والعناصر على تضحياتهم الدائمة في حفظ الأمن والنظام وبخاصة خلال التظاهرات الأخيرة وما رافقها من أعمال شغب. اللواء بصبوص كان يتحدث خلال زيارته القوى السيارة في ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن في الضي، حيث ثمن ضبط النفس ورباطة الجأش للعناصر الأمنية على الرغم من كل المضايقات والاستفزازات والإصابات من بعض المشاغبين. بصبوص اعترف ببعض الأخطاء التي ارتكبت عازيا إياها إلى الضغط الهائل الذي تعرض له العناصر ومشددا العمل على عدم تكرارها مستقبلا. كما أكد بصبوص أن القوى الأمنية جاهزة دائما لحماية المتظاهرين حتى آخر لحظة طالما تحركهم سلمي وضمن الأطر الديمقراطية التي كفلها الدستور. بصبوص طلب إلى بعض وسائل الإعلام التحلي بالموضوعية والصدق في نقل الحدث وعدم محاولة تشويه صورة قوى الأمن الداخلي وإظهارها كمعتدية على المتظاهرين. قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه يتمنى حضور القوات اللبنانية جلسات الحوار التي دعا إليها، لكنه في الوقت نفسه يتفهم موقفها في حال ارتأت عدم الحضور. وشدد بري أمام زواره أنه سيلتزم أي شيء يتفق عليه المتحاورون، مشيرا إلى أن الأولوية هي لرئاسة الجمهورية كما يشير جدول أعمال الحوار، ولكن هذا الجدول ليس قرآنا ولا إنجيلا، وفي إمكان المتحاورين أن يبدأوا النقاش في أي بند فيه. غير أن بري أشار إلى أن الاتفاق على بند رئاسة الجمهورية من شأنه أن يسهل النقاش في بقية البنود والاتفاق عليه. أوقفت قوة من الجيش في محلة حارة تحريك الضاحية الجنوبية المواطن أحمد حيدر شمس المطلوب بجرم إطلاق نار في أوقات سابقة. كما أوقفت في المحلة نفسها المواطن محمد توفيق المقداد المطلوب بجرم إطلاق نار باتجاه مركز عسكري، والمواطن محمد أحمد الباشا المطلوب بجرم إطلاق نار في بلدة البير رشية وإصابة مواطنين. من جهة أخرى وفي محلة المنية طرابلس أوقفت قوى الجيش 18 شخصا من التبعية السورية لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية بصورة غير شرعية. عقد في مركز جمعية العمل البلدي في بعلبك لقاء لمتابعة حل مشكلة الأخطاء في قيود سجلات قلم نفوس بعلبك، وقد تم التأكيد على وجوب إيصال الوثائق والأحكام التي لا تزال موجودة في بعلبك إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية فورا، تمهيدا لمعالجة الأخطاء البسيطة بطريقة سريعة وبقرار إداري. تتابعون بعد هذا الفاصل. المعارضة السورية تتقدم في إدلب وداعش يدمر مدافن أثرية في تدمر. أهلا بكم من جديد. في سوريا فجر تنظيم داعش الإرهابي 3 مدافن برجية في مدينة تدمر في إطار مسلسل تدمير الآثار السورية، في وقت واصل الثوار تقدمهم على محاور الفوعة وكفرية في ريف إدلب. واصلت فصائل المعارضة تقدمها باتجاه فوع وكفرية في ريف إدلب، فيما حاولت كتائب الأسد عرقلة التقدم بشن هجوم كثيف بالطيران مستخدمة البراميل المتفجرة، كما وسعت نطاق عملياتها ليشمل معرة النعمان وأريحة وسراقب، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. وفي حلب أفادت مصادر المعارضة بأن الاشتباكات استمرت بعنف على أطراف الشيخ سعيد وعلى جبهتي الراموسي وباشكوي. وأعلن مجلس محافظة حلب مدينة مارع ومحيطها في الريف الشمالي منطقة منكوبة، وذلك بعد الهجمة التي تعرضت لها البلدة على يد تنظيم داعش، حيث استخدم في هجماته السيارات المفخخة والأسلحة المحملة بغازات سامة ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.
أما في حمص ففتحت قوات النظام نيران قناصاتها على أماكن في حي الوعر في وقت دارت اشتباكات عنيفة بين قوات النظام وتنظيم داعش في محيط منطقة جزل في ريف حمص الشرقي. واستمرارا لمسلسل تدمير الآثار على يد المتشددين، فجر داعش الإرهابي مدافن برجية في مدينة تدمر، وأعلنت مديرية الآثار السورية أن المتشددين دمروا 3 أبراج من المدافن. وفي ريف دمشق استمرت الاشتباكات بين كتائب الأسد ومسلحي حزب الله من جهة وفصائل المعارضة من جهة أخرى في أحياء مدينة الزبداني، وذلك بالتوازي مع قصف بالبراميل المتفجرة. وأكدت مصادر أن النظام وميليشياته يستميتون لاقتحام المدينة توسيعا لانتشارهم في المنطقة. وترافقت الاشتباكات في الزبداني مع شن نظام غارات أخرى على مناطق الغوطة الشرقية لا سيما صقبة وزملكة وعين ترمة. وإلى العاصمة جدد الطيران الحربي غاراته على أطراف حي جوبر. وعلى وقع استمرار العاصفة الجنوب لتحرير درعا، أغار طيران النظام على الشيخ مسكين موقعا قتلى وجرحى. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بشار الأسد مستعد لانتخابات برلمانية مبكرة والاقتسام السلطة مع معارضة بناءة. وعلى هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، دعا بوتين إلى إنشاء ائتلاف دولي للتصدي للتطرف، كاشفا أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في هذه المبادرة. وأضاف الرئيس الروسي أنه يعمل مع شركائه في سوريا وسط تفاهم بأن توحيد الجهود في محاربة الإرهاب يجب أن يسير بالتوازي مع نوع من العمليات السياسية في سوريا نفسها. وقع في مدينة كوباني الطفلان السوريان ووالدتهما اللذين قضوا غرقا على شاطئ تركي خلال محاولتهم الوصول إلى اليونان بطريقة غير شرعية. انتقال الطفل السوري ألا كردي إلى السكون الأبدي اكتمل اليوم، فشهيد الهجرة الذي عرفه العالم بعدما جرفته الأمواج إلى أحد شواطئ تركيا شيع وشقيقه غالب إلى جانب والدتهما ريحان في مسقط رأسهم في مدينة كوباني السورية. ووصل جثامين ألا وغالب ووالدتهما الذين قضوا ثلاثتهم غرقا في المياه الأقليمية خلال محاولة الوصول إلى اليونان بطريقة غير شرعية إلى مثواهم الأخير برفقة الوالد عبد الله شنو الذي نجا وحده من الغرق. موجة تانية قلبتنا، يعني بشغلة ثواني هي الحكاية عم لك عليها، قلبتنا كمشت أطفالي ومرتي ريحاني الله يرحمهم يا رب، الله يرحمهم بجاه النبي، كمشتهم بس شموا من ريحة هوا يعني أعطيهم نفس ما طلع شي بيدي. أما صورة الطفل ألاء التي فيها دخل بسبات أبدي وهز من خلالها العالم بسكونه المطلق، فتجعل منه ربما أصغر طفل في العالم ينجح بإيجاد مدخل لأزمة اللجوء، إحدى أكبر الأزمات التي يعاني منها القرن الحالي. تتفاقم أزمة المهاجرين في محطة سكك العاصمة الهنغارية بودابست وسط توقعات بمصادقة البرلمان على إجراءات لإغلاق الحدود الجنوبية مع صربيا، فيما حذرت المفوضية الأممية من أن انقسام الاتحاد الأوروبي في معالجة أزمة المهاجرين لن يفيد سوى مهربي البشر. استيقظ مئات المهاجرين السوريين مطوقين برجال الشرطة بعدما أمضوا ليلة صاخبة في محطة قطارات العاصمة الهنغارية بودابست، حيث تقطعت بهم سبل الرحيل بين رفض منحهم تأشيرات للخروج ورفضهم الانتقال إلى معسكر مخصص للاجئين. انتقال هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين إلى النمسا دونه عقبات كثيرة. وسط تفاقم أزمة اللجوء عموما في الاتحاد الأوروبي وازدياد هائل في أعداد المهاجرين من سوريا أو من دول شمال أفريقيا، الاحتجاجات واكبت صباح اللاجئين الرافعين شعارات كثيرة أبرزها لا للمخيم، لما ولا غذاء، حرية عادلة، انتقال القطار. وسط التوتر من المتوقع أن يصادق برلمان هنغاريا على إجراءات لإغلاق الحدود الجنوبية مع صربيا أمام المهاجرين وخلق مناطق عازلة على الحدود، حيث سيتم احتجاز المهاجرين ممن لا يحملون أوراقا ثبوتية ويمكن إعادتهم إلى صربيا. على خط موازن، حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن انقسام دول الاتحاد الأوروبي في شأن معالجة أزمة المهاجرين لن يفيد سوى مهربي البشر، متوقعة أن يكون الرد على الأزمة بمثابة لحظة فارقة للاتحاد.
وأضافت أن على هذه الدول مساعدة المزيد من المهاجرين لدخول أراضيها بشكل قانوني وتوفير نحو 200,000 مكان وفق تقديرات مبدئية، ودعم الدول التي تواجه ضغوطا بسبب تدفق اللاجئين غير الشرعيين مثل اليونان وهنغاريا وإيطاليا. بعد الفاصل تتابعون. نائب الرئيس اليمني يؤكد أن تحرير مدينة تعز بات قريبا. أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان، وفيها جريمة في الطريق الجديد ضحيتها الشاب محمد حمية، والسبب بحسب المعلومات الأولية السرقة. جرعة دعم أوروبي تتلقاها حكومة الرئيس سلام، وتشديد على أهمية انتخاب رئيس للجمهورية والاستماع إلى مطالب الشعب. خادم الحرمين الشريفين يلتقي الرئيس الأمريكي الليلة لبحث تدخلات إيران والأزمة السورية وأوضاع اليمن. في واشنطن عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز جولة مباحثات مع وزير الخارجية الأمريكية جون كيري في مقر إقامته، وذلك بعد وصوله إلى قاعدة أندروس الجوية قرب العاصمة واشنطن. ويبحث خادم الحرمين الشريفين الليلة مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما ملفات عدة أبرزها تدخلات إيران في المنطقة والأزمة السورية والوضع اليمني، وذلك في ثاني لقاء يجمع الزعيمين بعد تولي الملك سلمان العرش. التطورات الإقليمية الدراماتيكية ستكون حاضرة بقوة في القمة التاريخية التي ستجمع الرئيس الأمريكي باراك أوباما وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي يزور واشنطن للمرة الأولى منذ توليه مقاليد الحكم. القمة الأمريكية السعودية، قال ديوان الملكي السعودي إنها تأتي انطلاقا من حرص خادم الحرمين على التواصل مع قادة العالم في كل ما فيه مصلحة وخدمة شعب المملكة العربية السعودية وقضايا الأمتين العربية والإسلامية، وتأكيدا روابط الصداقة بين الرياض وواشنطن، موضحا أن المحادثات بين العاهل السعودي وأوباما ستتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتتجه الأنظار إلى محادثات واشنطن وما سيتمخض عنها من اتفاقات في ظل المعادلات الجديدة التي تحكم المنطقة عقب الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة الدول الست، وسط تخوف الرياض من تأثيرات إيران السلبية في المنطقة، كما سيناقش الطرفان الأوضاع المشتعلة في المنطقة ولا سيما في اليمن والجهود المشتركة لهزيمة تنظيم داعش في العراق وسوريا، إضافة إلى الملف السوري الذي سيأخذ حيزا واسعا من اللقاء. واستعدادا للقمة المرتقبة، التقى وزير الخارجية السعودية عادل الجبير مع نظيره الأمريكي جون كيري الذي أكد أنه يتطلع إلى لقاء مثمر، معربا عن سعادته بزيارة العاهل السعودي إلى واشنطن. أحبطت قوات الأمن السعودية هجوما على منشأة أمنية في مدينة بقيق في المنطقة الشرقية، وذكر التلفزيون السعودي في خبر عاجل أن قوات الأمن قتلت إرهابيا حاول مهاجمة منشأة أمنية من دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وشهدت السعودية في الأشهر الماضية هجمات عدة كان أشدها دموية تفجير انتحاري استهدف مسجدا لقوات الطوارئ في منطقة عسير. أكد نائب الرئيس اليمني والرئيس الوزراء خالد بحاح أن لا حدود لعملية السهم الذهبي وأن تحرير مدينة تعز بات قريبا. في المقابل كثفت طائرات التحالف العربي غاراتها على مواقع الميليشيات في العاصمة ومأرب وتعز. لا حدود لعملية السهم الذهبي التي تشنها القوات الموالية للشرعية في اليمن مدعومة من التحالف العربي ضد الانقلابيين الحوثيين وحلفائهم حتى استعادة السيطرة على كافة المحافظات اليمنية. هذه المواقف جاءت بلسان نائب الرئيس ورئيس الوزراء اليمني خالد بحاح الذي أكد في حديث إعلامي أن تحرير مدينة تعز بات قريبا، وأن عملية تحرير العاصمة ستستغرق ساعات متى ما وجدت العزيمة اللازمة لذلك. في المقابل أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة في الإمارات عن وفاة 22 من جنودها في انفجار أحد مخازن الأسلحة في اليمن أثناء مشاركتهم مع قوات التحالف العربي. يأتي ذلك في ظل تكثيف طائرات التحالف غاراته على مواقع الميليشيات في العاصمة واستمرار تدفق التعزيزات العسكرية إلى محافظة مأرب استعدادا لمعركة تحرير صنعاء.
تزامنا استهدف سلاح الجو العربي نقطة تفتيش للميليشيات بالقرب من معسكر بمديرية مجزر بمأرب، وسجلت مواجهة عنيفة على جبهات الفاو والجفينة والمخدرة، حققت خلالها قوات المقاومة الشعبية تقدما ملحوظا. وفي تعز قتل عشرات العناصر الحوثية جراء ضربات جوية شنتها مقاتلات التحالف، وأثناء صد المقاومة الشعبية لمحاولة تسلل الميليشيات إلى جبل الوعش. كذلك تجددت المواجهات في مديرية مكارس بالبيضاء، وشنت طائرات التحالف غارات على الميليشيات في منطقة المشهور في المحافظة نفسها وفي منطقة بني رسام في حجة. أعلن قائد الفرقة السابعة في الجيش العراقي اللواء الركن نومان عبد الزوبعي مقتل 112 عنصرا من داعش غرب الرمادي. وأوضح الزوبعي أن تنظيم داعش شن خلال الساعات 72 الماضية هجوما على ناحية البغدادي وقضاء حديثة غرب الرمادي ضمن ما سماها عروس المعارك، وكان ينوي فيها السيطرة على المنطقتين، مؤكدا أن المعركة انتهت بخسارة التنظيم وتصدي القوات الأمنية والطيران العراقي وطيران التحالف الدولي له وإلحاق به خسائر كبيرة. كشفت مصادر قانونية كويتية وجود اتصالات بين دبلوماسيين اثنين من السفارة الإيرانية في الكويت مع أعضاء خلية العبدلي المسلحة، وفي حين أصدرت السفارة الإيرانية بيانا اعتبرت ما كشفته النيابة العامة الكويتية غير صحيح. وصفت الخارجية الكويتية بيان السفارة الإيرانية بأنه مخالف لأبسط القواعد الدبلوماسية، مؤكدة أن هناك إيرانيا يدعى عبد الرضا دهقاني متهم بالاشتراك بالخلية، وهو متزوج من مواطنة وموجود خارج البلاد ولديه عقارات في دول عدة وله دور تمويلي واستخباراتي على صلة بالخلية. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن 6 جنود بينهم 4 أمريكيون أصيبوا بجروح في انفجارين نتجا عن عبوتين ناسفتين شمال شرقي شبه جزيرة سيناء المصرية. وأفاد المتحدث باسم الوزارة بأن الجنود الذين يعملون بقوات حفظ السلام والمراقبة المتعددة الجنسيات نقلوا عبر طريق الجو إلى منشأة طبية حيث يتلقون جميعهم علاجا من إصابات لا تهدد حياتهم. ورجحت مصادر أن الهجوم ربما كان يستهدف قوات للجيش المصرية، وأن العبوة الناسفة انفجرت بطريقة الخطأ في سيارة قوات حفظ السلام. توجه نحو 15 مليون ناخب مغربي لانتخاب ممثليهم في المجالس المحلية والجهوية، حيث يتنافس نحو 30 حزبا وتنظيما لكسب ثقة الناخبين. ويتنافس 131 ألف مرشح على أكثر من 31 ألف مقعد مخصص للانتخابات الجماعية في البلديات، في حين ترشح لمجالس الجهات نحو 80 ألف مرشح. وتعد هذه الانتخابات الأولى في ظل دستور 2011 الذي تم تبنيه عقب حراك شعبي، كما تعد أهم امتحان لشعبية حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود تحالفا حكوميا حتى اليوم. تتابعونا بعد الفاصل في الاقتصاد. ما هي أكثر السيارات التي تصدرت قائمة البحث على الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط؟ أهلا بكم من جديد، والآن نبقى مع الفقرة الاقتصادية مع باسل الخطيب. تفضل باسل. شكرا ميرنا. أهلا بكم. يناقش وزراء مالية مجموعة العشرين التأثير السلبي المتوقع من جراء الرفع المحتمل لمعدل الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية. وكشفت وكالة بلومبرغ أن مسودة ستعرض خلال الاجتماع الذي يعقد اليوم في أنقرة سوف تناقش الآثار السلبية التي قد تنتج عن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي في أمريكا المحتمل برفع تكاليف الاقتراض في أكبر اقتصاد عالمي. ويبحث وزراء مالية ورؤساء البنوك المركزية في مجموعة العشرين على مدار يومين التقلبات الأخيرة في الأسواق المالية وتأثير تباطؤ الاقتصاد الصيني على نظيره العالمي. وتشير المسودة التي أعدت قبل الاجتماع إلى أنه مع تحسن آفاق الاقتصاد فإن تشديد السياسة النقدية في بعض الاقتصادات المتقدمة أصبح أمرا متوقع الحدوث، وهو ما يظل واحدا من أبرز المصادر الرئيسية لعدم اليقين في الأسواق المالية.
ويهدد رفع معدل الفائدة الأمريكية قريب من الصفر بتدفقات نقدية خارجة من الأسواق الناشئة والتي تعاني بالفعل من تراجع حاد في عملتها منذ بداية العام الحالي. استقرت أسعار الذهب بعد هبوطها على مدى يومين مع عزوف المتعاملين قبيل صدور تقرير الوظائف الأمريكية الذي يترقبه المستثمرون عن كثب بحثا عن دلائل بخصوص توقيت قيام البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة. وإذا جاء تقرير الوظائف أفضل من المتوقع فإنه قد يعزز التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في الأمد القريب، لكن ذلك قد يؤثر سلبا على الذهب، ويستفيد المعدن النفيس من تدني أسعار الفائدة الذي يقلل من كلفة حيازته ويضغط على الدولار. وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية اليوم 1124 دولار ثم 1122 دولار للأونصة منذ دقائق، ويتجه المعدن الأصفر إلى تكبد ثاني خسائره الأسبوعية على التوالي. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن تظهر بيانات الوظائف التي تصدر في وقت لاحق اليوم ارتفاع عدد الوظائف بمقدار 220 ألف وظيفة الشهر الماضي. قال وزير الطاقة الروسي لتلفزيون روسيا 24 إن أسواق النفط ستظل متخمة بالمعروض في العام 2015، مضيفا إنه يعتبر ما بين 50 و 70 دولار سعرا عادلا لبرميل نفط سلعة التصدير الرئيسية لروسيا. وكان الوزير الروسي قال في حزيران إن تراوح سعر النفط بين 60 و 70 دولارا للبرميل مريح للسوق. وتراجع خام القياس العالمي مزيج برانت 0.5% إلى 50 دولار 4 اليوم. من ناحية أخرى، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الطاقة الروسي قوله إن شركة غاز بروم ستورد إلى مصر مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا على مدى 5 أعوام. ومن عالم النفط إلى عالم الطيران، حيث بدأت شركة طيران الإمارات هذا الأسبوع بتدشين محطتها 10 في الولايات المتحدة الأمريكية عبر تشغيل خدمتها اليومية من دون توقف بين دبي وأورلاندو. وقال الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة إن خدمة طيران الإمارات الجديدة ستوفر للمسافرين من وسط ولاية فلوريدا إلى مقرها في دبي وما بعدها خيار التمتع بتجربة سفر فريدة. بدوره قال حاكم ولاية فلوريدا إن فلوريدا تسعى إلى تحقيق الريادة العالمية في إيجاد الوظائف الجديدة، معبرا عن سعادته لبدء طيران الإمارات بتسيير رحلات يومية من دون توقف بين دبي وأورلاندو. وكشف أن فلوريدا استقبلت 97 مليون زائر عام 2014، وأسهم كل 85 زائرا منهم بتوفير فرصة عمل إضافية. ومن عالم الطائرات إلى عالم السيارات، حيث قام موقع توب سبيد بنشر لائحة لأكثر أنواع السيارات بحثا على شبكة الإنترنت في كل دول العالم من خلال محرك جوجل. وتصدرت علامة تويوتا قائمة السيارات الأكثر بحثا على الإنترنت في أمريكا الوسطى والولايات المتحدة وكندا، لكن الأمر اختلف في المكسيك حيث ركز المستهلكون في البحث عن علامة نيسان وشيفرولي. وسيطرت الماركات الألمانية في أوروبا مثل فولكسفاجن وبي أم دبليو وأودي، في حين كانت تويوتا التي تصدرت قائمة البحث والمبيعات في أستراليا واليابان، هيمنت أيضا بالإضافة إلى هوندا على محرك البحث في آسيا خاصة في منطقة الشرق الأوسط. وهيمنت تويوتا أيضا على المبيعات ومحرك البحث في أستراليا على حد سواء. هذا كل شيء في أخبار الاقتصاد، إلى اللقاء. بعد الفاصل تتابعونا في الرياضة. رئيس ريال مدريد يفتح النار على مانشستر يونايتد. أهلا بكم من جديد، والآن نبقى مع الفقرة الرياضية مع هبة زيدان. تفضل هبة. شكرا مينا. مساء الخير. تغلب المنتخب الإيطالي على ضيف منتخب مالطا امبارح بنتيجة 1-0 ضمن منافسات المجموعة الثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات يورو 2016. بدوره عم يستعد المنتخب الألماني لخوض أهم مباراتين له بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2016، حيث بيركز نجوم المانشافت على أهمية المباراة الثأرية اليوم أمام بولندا يلي سبق وتغلبت على ألمانيا باللقاء الأول يلي أقيم ببولندا.
ورح يدخل المنتخب الألماني محروم من مهاجمه ماركو رويس بسبب الإصابة، حيث رح يعتمد المدرب لوف بغياب نجم دورتموند على نجم أرسنال مسعود أوزيل ومهاجم بايرن ميونخ ماريو غوتسي. أعرب رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز عن استياءه الشديد من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد تأخره بإرسال الأوراق المتعلقة بصفقة انتقال الحارس ديفيد دخيا إلى ريال بفترة سوء الانتقالات الصيفية الماضية. بيريز قال: لقد أثبت نادي مانشستر يونايتد افتئاده للخبرة، فقد تكرر هذا الموقف من قبل مع كل من فابيو كوينتراو أو هيريرا. لقد حاولنا بكل قوة التعاقد مع دخيا، لكن النادي الإنجليزي تأخر بإرسال الأوراق. أشارت تقارير صحفية إلى أن قضية المدير الفني البرتغالي لنادي تشيلسي جوزي مورينيو وطبيبة الفريق إيفا بعد الإشكال يلي حصل بين الطرفين مطلع الدوري الحالي بعد ما انتهت أبدا، ورح تخضع الحادثة إلى التحقيق للتأكد إذا ما كان حكم المباراة طلب من طبيبة الفريق إيفا الدخول إلى أرض الملعب من أجل معالجة إيدن هازار، بوقت كان مورينيو عم بيطالب بتسريع اللعب لعدم تضييع أي وقت والعودة والفوز باللقاء. أيضا بأخبارنا، أكد المهاجم الإسباني بيدرو رودريغيز المنتقل حديثا لصفوف تشيلسي بمقابلة مع صحيفة ماركا الإسبانية أنه أندرياس إنيستا زميله القديم ببرشلونة ساعده كثير على الرحيل من النادي الكتالوني. وقال بيدرو: لقد شرحت لإنيستا موقفي الذي كان يجبرني على الانتظار، ولقد سندني وحاول إقناع النادي برحيلي، ولقد تصرف كقائد وزميل رائع وترك أثرا لي في نفسي. وأشاد بيدرو أيضا بمدربه الجديد جوزيه مورينيو، أحد أكثر الأشخاص المنبوذين من قبل جماهير البارسا. رجل حاول أنه يسرق امرأة، لكن لسوء حظه طلعت البرازيلية مونيك محترفة بالام ام اي وبطلة ملاكمة. شو صار منتابع سوا. Cala a boca, senhor, você vai se complicar mais. Cala a boca, mano. Ai, senhor. Aqui já é outro documento aqui, já. Isso aqui. Eurilene. Vai não, moço. Acalma aí. Eu sou sujeito homem, cara. Não. Cala a boca aí. Ei, socorro. Ai. Oi, senhor, me ajuda, senhor. Não, alguém me ajuda. هذا كان كل شيء بأخبار رياضة. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. والآن تذكير بالعناوين. جريمة في الطريق الجديدة تحيتها الشاب محمد حمية، والسبب بحسب المعلومات الأولية السرقة. جرعة دعم أوروبي تتلقاها حكومة الرئيس سلام، وتشديد على أهمية انتخاب رئيس للجمهورية والاستماع إلى مطالب الشعب. خادم الحرمين الشريفين يلتقي الرئيس الأمريكي الليلة لبحث تدخلات إيران والأزمة السورية وأوضاع اليمن. وكان في الاقتصاد، أسعار الذهب تستقر بانتظار بيانات الوظائف الأمريكية وأسعار الفائدة. وفي الرياضة، مباراة ثأرية الليلة بين ألمانيا وبولندا في تصفيات يورو 2016. نهاية النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. القصة هي قصة في